إذا كان ليفوليوشن صحيحة، علاش مازالو فما قرود؟ أصلاً مرحبا بكم في دروماي ساينس، بلو بريسيزيمون في ساينس مياب. إذا كان ليفوليوشن صحيحة وإحنا أصلاً قرودة، علاش مازالو فما قرودة؟ وإذا كان ليفوليوشن صحيحة، علاش إحنا العباد مازلنا ما تطورناش؟ وعلاش الحيوانات أصلاً ما عادش يتطوروا؟ هذم أشهر ليزارغيومون اللي يستعملوهم الجماعة اللي يحبوا يكونترو ليفوليوشن. دونك اليوم باش نحكيو على ليفوليوشن. عملنا فيديو على ليفوليوشن قبل، دونك اذا كان متفرجش عليها تنخلي لك سؤال فوق هكا ولا في الديسكريبسيون تفرج عليه. بون نعرف لحد ما هو باش يتفرج، دونك هاو باش نعمل ريزومي في سافيس. كي انت حكيت عليها قبل، علاش تعاود تحكي فيه؟ لازم تمرجني معاك معناها. الحقيقه خاطر ما عجبتنيش ياسر فيديو ليفوليوشن، سوجي كبير كيما نكيك والحقيقه ما عطيتوش حقه، دونك هيك علاش حبيت نعاودو. مثالش ما باهي ملاني باش نمشي نعمل قهوة، وكي تكمل هكا وتحب تحكي على حاجة متاع عباد هكا مثقفة وتراعي النيفو متاع الذكاء متاعي ناديني يا خوي. لا تيوري دو ليفوليوشن على عكس ما العباد تتصورها، هي تيوري كبيرة على الاخر ومعقدة وفيها برشا حاجات، دونك قد ما تقرا عليها وباقي شوية. دونك بور سامبليفيي، ليفوليوشن عندها عروس واقفة عليهم، منهم الميوتاسيون جينيتيك، سيليكسيون ناتوريل وليغيديتي. إجا نحاولوا نجاوبوا على سؤالات متاع بكري باستعمال العروس هذوما. إذا كان ليفوليوشن صحيحة، علاش مازالوا فما قرودة؟ السؤال هذا يخلينا نخمو ولا يخلينا نفهموا إنه ليفوليوشن لينير، معناها كيما التصوير هذا اللي ما عندها حتى أساس من الصحة وكلها غلطة. التصوير هذا تخلينا نفهموا لي فوالا جي أن سارتان أوسترالوبيتيك، جي بعده أن سارتان هومو هابيليس، جي بعد وان سارتان هومو اريكتوس، بعد جي هومو اخرين، ومن بعد حاسيلو. بغيف باش وصلنا للهومو سابيانس اللي هو العبد انسان معناه. اهم واكبر غلطه في التصوير هذيا انه تخلينا نفهموا اللي ليفوليوشن لينير بدات من عند القروده وفات عند العباد، معناها العباد ولا لي هومو سابيانس اللي هما احنا، بعد ما جينا سكرنا باب ليفوليوشن ورانا اللي هو ثاني حاجه تخلينا نفهموا اللي ليفوليوشن تبعها كان الانسان والقروده، واللي هي تبدا كيف كيف غلطه على الاخر وتنفسروا كيفاش من بعد. دونك السؤال كان اذا كان ليفوليوشن صحيحه، علاش مازالوا فما قرود؟ اي با تو سامبلومون خاطر ليفوليوشن ماهيش لينير، لا بدات من القروده ولا فات عند العباد. ليفوليوشن كيما شجره موجوده في ليسبيس الكل، ابسوليومون الكل، من اول سبيس تواجد على كوكب الارض وانت ماشي. وهذا اللي خلينا نجدوا حكايه لونسيتر كومان اللي هي جات كونكلوزيون من تيوري دو ليفوليوشن، معناها لي سبيس الكل فريمون الكل عندهم سلف مشترك واحد خرجوا منه الكل والا تفرعوا منه، معناها ليفوليوشن تمشي اون باراليل مع لي سبيس الكل، مش تمشي تعمل شانجمون في سبيس معينه ومن بعد تمشي لسبيس اخرى ومن بعد كي تكمل بس هذيك تمشي لسبيس اخرى، لا تمشي اون باراليل مع لي سبيس الكل. هيك علاش ماهيش لينير، ما تنجمش تكون لينير، مي بلوتو كي الشجره تمشي وتتفرع. نعرف اللي نقول فيه يمكن يظهر ديبيل شويه، اما بون على الغالب برا برك. مش قلت باش تعمل قهوة مع صحابك انتي؟ اي قلت اي اش تعمل لنا مال تينطق شبيك؟ ما عندي صحاب تولي صاحبي. دونك علاش مازالوا فما قرودة تو؟ اذا كان مازلت تسأل فيه السؤال معناه باقي ما فهمتنيش بالكدي. اما مثالش باش ناخد بخاطرك وباش نجاوبك عليه، مازالوا فما قرودة ميم سي ما نعرفش شنو تقصد بالضبط بكلمة قرودة، خاطر قرودة كلمة كبيرة وفاق على الاخر وفما 20,000 مليار نوع وكل شيء. اما مثالش باش ناخد بخاطرك ونمشي معاك للاخر، مازالوا فما قرودة على خاطر النوعية اللي تحكي عليها انت اللي يعني ما عندي حتى فكرة عليها ما انقرضتش وقاومت لي كونديسيون اللي تعديت بهم الكل وعاشت، بينما النوعية الاخرى انقرضت. وهذا اللي باش يخلينا نستعملوا سيليكسيون ناتوريل وارتيفيسيال. سيليكسيون ناتوريل هي ببساطة الكسكاس نتاع ليفوليوشن، ما تخلي كان حاجات الباهية تتعدى. باغ اكزومبل عندنا انفيرونمون مارون في برشا ارانب بيض، واحد من الارانب صارت له ميوتاسيون جينيتيك، معناها شانجمون بروسك في الادين نتاعو، معناها فما حاجه تبدلت فيه من الحيط. نقولوا احنا خليته مارون، دونك ولا عندنا برشا ارانب بيض وارنب مارون. كي باش يجي يسي الذيب على شكون باش ينقز؟ باش ينقز على البيض بيسكو هيكم اللي راه فيهم بالكدا، خاطر الاخر لونه بريسك نفس لون الانفيرونمون. دونك بالوقت الذيب باش ياكلهم البيض الكل والمارون باش يتكاثروا اكثر، وهكا ولا عندنا كان ارانب مارون والبيض ما عادش. الكسكاس نتاع ليفوليوشن اللي هو سيليكسيون ناتوريل خلى الارانب اللي الكولور نتاعهم مارون فافوريزي على الارانب البيض، وهكا خليهم يعيشوا وما ينقرضوش. بيان سور رانا نحكيو على حاجات تيسر سامبل باش نجم فهمك، اما لي زيكزامبل اللي في الدنيا بلو كومبليكي من هكا واللي ما نجموش نراوهم بعينينا معناها. وفي سيليكسيون ارتيفيسيال باش نعاود نحكي على الاكزامبل الشهير نتاع الكلاب والذيوبه. اذا كان فما نوعيه نتاع كلاب تشبه بشكل كبير مع نوعيه من الذيوبه فهذا مش ملحيط، خاطر الكلاب والذيوبه عندهم انسيتر كومان اللي جاوا منه، والكلاب جاوا من الدوميستيكاسيون نتاع الذيوبه، معناها قبل في لي تريبو وكل كانوا يروحوا بالذيوبه اللي ماهمش اغريسيف برشا وربيوهم وكل شيء. دونك الذيوبه باش يوليو اقل وحشيه واقل وحشيه لين بعد 15,000 عام يظهروا الكلاب.
كيف كيف لان تخلى الانسان وعمل سيليكسيون ارتيفيسيال وخلق اسبيس جديده اللي هي الكلاب. دونك من الفيوبا خلقنا اسبيس اللي هي كلاب سيليكسيون ارتيفيسيال. سيليكسيون ناتوريل ولا ارتيفيسيال زوز يخدموا بريسك بنفس الميكانيزم. جوست سيليكسيون ناتوريل بينها وبين الطبيعه وتقعد برشا وقت، والسيليكسيون ارتيفيسيال العبد هو اللي يدخل فيها وتكون تك تك. بيان سور كنقول تك تك خاطر 15000 عام في ايشيل نتاع ليفولوسيون حكايه فارغه. دونك بو ريزومي علاش مازالوا فما قرود؟ تو سامبلومون على خاطر القرود اللي تحكي عليهم انت قاوموا سيليكسيون ناتوريل وارتيفيسيال وقاوموا لي كونديسيون اللي تحطوا فيهم، دونك عاشوا وما انقرضوش كيما ليكزامبل نتاع الارانب وكل شيء. واللي ما نجموش يقاوموا بيان سور باش يموتوا باش ينقرضوا. وهذا باش يهزنا لحاجه اخرى من ليفولوسيون اللي هي ذا سرفايفل اوف ذا فيتست ولا لا لوا دو بلو فور والا القوه للاقوى. واللي ما عندها حتى معنى الحقيقه. على خاطر اذا كان فهمت ليكزامبل نتاع الارانب بالكدا ما راك فهمت اللي الحكايه ماهيش مربوطه باقوى ولا اضعف، مي بلوتو للي نجم يتاقلم اوسي رابيدمون كيما بار اكزومبل في الارانب. الارانب المارون في ساعه ما تاقلموا كذا دونك ما ماتوش وكذا وكل شيء. دونك ماهيش القوه للاقوى. دونك ما عادش تقولوا ليفولوسيون القوه للاقوى. وهذا اللي قاله لي داروين قبل ما يموت. على خاطر قبل ما يموت عرف اللي فما عباد باش بدلوا كلامه لغايات سياسيه ولا اجتماعيه. دونك صدقوني وصاني باش نوصيكم بالكدا ما عادش تقولوا ذا سرفايفل اوف ذا فيتست ولا القوه للاقوى. باهي ما علاش العباد ما عادش تتطور والحيوانات ما عادش تتطور؟ اون فيت مش صحيح جمله. على خاطر اون جينيرال الحيوانات بما فيهم احنا قاعدين نتطوروا. باغ اكزومبل العين الزرق جاو من ميوتاسيون جينيتيك صارت 7000 سنه التالي. اكزومبل اخر مشهور برشا هو فص الحليب. اون فيت لي ماميفير اللي هما الثدييات ما يهضموش الحليب كي يبداو دي زاتولت. معناها لي ماميفير والثدييات يبداو يشربوا الحليب كي يبداو صغار دي بيبي، ودي كو يكبروا يوليو ما عادش يشربوه الحليب. ما عادش يشربوا الحليب مش على خاطرهم ما يحبوش القوم تاع الحليب ولا الحليب الصغار، لا ما عادش يشربوا الحليب على خاطر بدنهم ما عادش ينجم يهضم اللاكتوز اللي في الحليب. معناها ما عادش عندهم لونزيم اللي تهضم اللاكتوز اللي في الحليب، دونك ما عادش يشربوه. وهذا بيان سور كي نقول لي ماميفير نقول احنا والقطات والكلاب وكل شيء. اما كيفاش فما عبيد توا تنجم تشرب الحليب وهي كبير؟ كيفاش ترى؟ قول لي ترى تنجم تجاوب السؤال؟ لا يا سيدي بن سيدي ليفوليسيون جابت الحكايه هذه. ليفوليسيون بعد الاف السنين خلقت لنا لونزيم اللي هو يخلينا نجمو نهضموا اللاكتوز اللي في الحليب. دونك ولاو عباد عادي تشرب الحليب وهي كبيره كيما وهي صغيره وكذا. بيان سور قعدوا العباد اللي ما نجموش يهضموه الحليب وهما كبار اللي يتسموا انتوليرون لاكتوز، اللي ليفوليسيون ما زالت ما وصلت لهم. مش تحبني نعمل لهم من فضلك؟ كيف كيف الحكايه بالنسبه للالكول؟ اون فيت قبل ما كناش نجمو نشربوه الالكول على خاطر ما عندناش لونزيم اللي تخلي الالكول يتشرب. على خاطر اذا كان ما تعرفش الالكول ولا ليتانول سي توكسيك. اذا كان انت تشرب ليتانول من غير ما يبدا عندك لونزيم اللي يصفي لك الالكول تنجم تموت. مش تنجم تموت، تموت. دونك فوالا، دونك ليفوليسيون جابت لنا لونزيم اللي تخلينا نجمو نصفيو الالكول وتردو حاجه تتشرب وتنجم تتصرف فيه. دونك ميرسي بوكو ليفوليسيون. نجمو ناس الكل تشكروا ليفوليسيون على الفازه هذيا معناها. وغيرهم من ليزيكزومبل، اما جوست ليفوليسيون تخدم على الاف السنين ولا مئات السنين وساعات ملايين. دونك ما تنجمش تراها بعينك على خاطر انت تعيش كان 90 سنه وكان سلكتها 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 150 سنه. إذا كان أنت معناها ديناصور باش تعيش 200 سنة، دونك ماكش تنجم تراها غيالمون ليفوليسيون. الديناصور قداش يعيش؟ قلت 200 سنة وما عندي حتى فكرة معناها، قلتها بتفادليك. إي احنا ديناصور نقولها بتفادليك. إي ما حد ما ينجم يعطيك دات إكزاكت. مجي تعرفش العباد أنت. دونك سي نورمال ماكش باش تقوم الصباح تلقى بوك ولا حاجة أخرى معناها، دونك خاطر ليفوليسيون تحب لها برشا وقت باش تعطي ريزولتا. ليفوليسيون ما تفسرش لوريجين دو لا في. معناها ما تفسرش كيفاش الدنيا بدات والا الحياه كيفاش توجدت، مي بلوتو ليفوليسيون اسمها ليفوليسيون هي، معناها كيفاش لي سبيس قاعدين يتطوروا. هكا شفنا كيفاش ليفوليسيون تخدم ونحينا برشا من الاشاعات اللي قاعده تدور. على خاطر كل ما تبدا بوبولير كل ما الاشاعات باش تكثر عليك، معناها سي نورمال. ما عندك حتى فكره قداش ليفوليسيون تفسر دي فينومين وقداش من جره ليفوليسيون صنعنا دويات وصنعنا هم مزرق. دونك ميرسي بوكو ايفوليسيون، ميرسي بوكو جماعه لي سيانتيفيك اللي خدموا الكل على ليفوليسيون على خاطر مش كان داروين معناها اللي خدم عليها ليفوليسيون. دونك باش نختم الفيديو هذه كيما ختمت فيديو ليفوليسيون الاولى، اذا كان باقي تشكك في مصداقيه ليفوليسيون تنجم تعمل ارتيكل سيانتيفيك تقدموا للكوميونيتي سيانتيفيك. وصدقني صدقني صدقني اذا كان انت ما كونتر ليفولوسيون وتعرف لي ليفولوسيون غالطه وتقدم ارتيكل سيانتيفيك وتقول لهم يا بهايم شوفوا كيفاش ليفولوسيون غالطه شوفوا قداش انتم بهايم، صدقني باش تاخذ بري نوبل على البلاصه. معناها اذا كان تعرفش معناها بري نوبل وقداش تاخذ فلوس والقيمه نتاع بري نوبل سورتو الفالور نتاعو معناها برا قدم برا. اني نستناك مشي قدم برا على روحك.
بيان سور دوكيومونتير نتاع الجزيره ما نجمش تستعملوها. ايوا هكا وصلنا لاخر الفيديو. مازلت تبكي انت؟ نحب نولي عندي اصحاب. باهي تانا بعثك لشكون تولي اصحاب معاه بالحق. اي قايد عندك سكا 69 خرمو لوجيا @gmail.com. هكا وصلنا لاخر الفيديو. كان عجبتك ما تنساش باش تحط جيم وتبارتاجيها مع اصحابك، تعمل ابوني كانك مش ابوني، اي سورتو تكتيفي الكلوش خاطر اذا كان وصلت كملت الفيديو هذه سكو تحب تتفرج على الفيديوهات الجايين، دونك ما تنساش باش تكتيفي الكلوش. الي ابيانتو.